طيب انتبه يتلم ديمو. استاذ عندي لك خبر مليون دولار. انا لوج استاذ. تذكر اللي ضاعش مني هذيك السنه 700 صندوق؟ ايه. انا يونس صار لديه. صباح الخير معلم فوزي. سنة 300 صندوق المستودع من السنة الماضية مع السعر ده 300 طربوش رز عادي اسمع رز سكر حمص اللي بدك اياه مع السعر القديم انا بسلمك اياه على 5000 روش روك سعر قديم سعر جديد مصاري ما في يا خيي مصاري مليانة بالجرور روحي شوي رز سكر حمص اللي بدك اياه موجود انا بسلمك من 5000 انت قد ما بدك اياه 7-8000 كل حطه من الزباين حكيت كلمه انه فرق دولار ما فرق دولار بس يا معلم فوزي 7 دولار بالعاده صغير لك حبيب قلبي صديق شو بدك كبيتين شغال معيونك كبير روح يا حكمك كبيتين شغال حبيبي وشو بدك البضاعه فيهم بدك رز بدك سكر بدك حمص شو بدك العدس كله موجود قديش بدك يعني كمان مره هيك شوي خمسة بسلمك أربعة وبس كل ما عندك أنا كل ما بتظبط حبيبي يا حكمة حكمة حبيبي مش بدك بسلمك يعني بدك تحكي كمان حبيبي أنا بسلمك 16000 أنت قد ما بدك بيها تكرم عينك احلى 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 عرض احاول لك اياه المره الجايه تكرم عينك حبيبي بس شو يا زلمه انا قصدي يا زلمه بدخل غرفه انا قصدي يا زلمه